ارفع قلبك النهاردة وقول له يا رب أنا موجود في محضرك ومشتاق إن أنا أتقابل معاك مقابلة شخصية النهاردة. يا ريت كلنا نصلي. يا رب ليك الكرامة والمجد والسجود والعبادة وحدك، أنت الإله العظيم المهوب بالتسبيح. يا رب ما أروع وما أجمل حضورك يا سيد. تشتاق بل تتوق نفسي إلى حضرتك متى أجيء وأتراءى قدامك. يا رب ما أحلى أن يجتمع الإخوة معا. أشكرك لأنك حاضر وسط تسبيحات شعبك، أشكرك لأنه أنت لست عنا ببعيد لكنك قريب من كل الذين يدعونك، لم تترك طالبيك يا رب. أعين الكل إياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حين، تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. بركة خاصة للتسبيحات، بركة خاصة للعبادة تليق بمجدك. نقدم لك ذبيحة حية مقدسة يا رب، تليق يا رب بحضرة ملك الملوك ورب الأرباب. بصلي لأجل كل هامة منحنية، بصلي لأجل كل فرد أمامك يا رب. يا رب بارك الجميع بحضورك، ليك كل الكرامة وحدك، أمين. تعالوا وإحنا بنبدأ العبادة تعالوا نقف مع بعض ونقول له أنت مليكنا. ارفع قلبك وقول له يا رب انا لو اوقات بختار آلهة اخرى انه اسجد ليها واعبدها، لو اوقات يا رب مش بعرف اقدر ابوتك ورحمتك وصلاحك، انا باجي بعترف يا رب انه مفيش حد غيرك يستاهل ويستحق انه يبقى سيد قلبي وحياتي كلها. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، كل حبي ليك، كل حبي ليك. نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. ليس لاحد حب اعظم من هذا، ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. ما اعظم وما اروع الحب يا سيد، ليك كل المجد، ليك كل المجد. أشكرك
أشكرك يا رب لأجل كل ترنيمة رفعت لمجد اسمك يا رب. بنشكرك بنشكرك لأنه أنت الإله المهوب بالتسبيح. ما أحلى التسبيح لجلالك يا رب. التسبيح لائق، التسبيح ملذ ليك يا رب. بشكرك لأجل ترنيمتنا وأشكرك لأجل عبادتنا، مصدقين أنه أنت حاضر ومصدقين أنك هتبارك وهترسل كلمات حياة لكل موت جوانا يا رب. تيجي تحيي كل عظام يابسة فينا. أشكرك لأنك قريب من كل الذين يدعونك. بصلي لأجل بركة خاصة لأخويا المتكلم، تديله كلمات حياة ممسوحة بروحك القدوس. بارك السامعين، أعطيهم سؤل قلوبهم. ليك كل الكرامة والمجد، أمين. دلوقتي لينا فرصة نسمع كلمة ربنا على أخ عيسى. تعالوا اليوم هيك نتأمل في كلمة الله في المقاطع اللي جايزة. ممكن حد يفتح لي الباوربوينت. نتأمل اليوم في إنجيل يوحنا، يوحنا 21. احنا ما خلصنا كلام عن يوحنا 21 من المرة الماضية إذا بتتذكروا. تعالوا نشوف في يوحنا 21 من 15 ل19 شو بيقول. بيقول فبعدما، تعرفين الحكاية تاعت يوحنا 21 لما قالهم أنا ذاهب لأتصيد، بطرس وراح كل التلاميذ معه ما صدوش إشي، وبعدين إجا الرب في النهاية قالهم ارموا الشبكة على الجانب الأيمن، رموها واصطادوا. فيوحنا قال له هو الرب، فراح نزل في البحر ولحقوا التلاميذ، أجوا لقوا سمك مشوي. تذكروا الحكاية هاي؟ بقول فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان بن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية يا سمعان بن يونا أتحبني؟ قال له نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى غنمي. قال له ثالثة يا سمعان بن يونا أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني. قال له يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع ارعى غنمي. الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يدك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى أي تيميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له اتبعني. أخوتي اليوم أنا جيت عم بتفرج على الأخبار الصبح مع سامح عمها لمرتي، وعم بشوف عالم مليء بالدمار، عالم مليء بالهدم، عالم مليء بقوة ظلمة. ودير بالك دير بالك، اوعك تاخد سايد في هذا العالم، انت مش من هذا العالم. العالم واقع بين مطرقة وسندان. تعرف المطرقة والسندان؟ الحداد بحط الحديد على شيء حديد مسند بسموه السندان، وبنزل عليه في المطرقة. العالم واقع بين قوتين متطرفتين، ما بين عالم يدعي بديانة زائفة أنه يعرف الله ويهدم، وبين عالم علماني ينكر وجود الله ويهدم هو أيضا. احنا واعين بين مطرقة وسندان. اوعك تاخذ طرف، اوعك تاخذ طرف. العالم الأول اللي ماخذ الطرف الأول يدعي أنه يعرف الله ويدعي أنه متدين ويعرف الله، ولكن كل ما يفعله ليس له أي علاقة بصفات الله. والعالم الآخر ينكر وجود الله. العالم العلماني اللي إحنا عايشين فيه، العالم الغربي، هذا عالم علماني ينكر وجود الله. خلينا أقول لك بس شوية، إحنا كلياتنا منمر في ظروف صعبة، بس بدي أعطيك الرسالة اللي بيقدم لك إياها العالم اليومين هدول. في رسالة العالم بيقدم لنا إياها اليومين هدول،
رسالة صعبة جدا. بدي أقول لكم مثلا في نيويورك في لافتات على البساط مكتوبة: ليس عليك أن تؤمن بالله. You don't have to believe in God. في شيكاغو في لافتات برضو محطوطة على البساط كبيرة بتقول: في البدء خلق الإنسان الله. In the beginning, man created God. في إنديانا اللافتات بتقول برضو على البساط والمترو في الشوارع بتقول: يمكن لك أن تكون إنسانا صالحا من دون الله. You can be good without God. في بلدان أخرى مكتوب: لما الإيمان بالله، كن صالحا حبا بالخير فقط. Why believing in God? Be good for the sake of for the sake of good. وآخرون يكتبون: لا تؤمن بالله، أنت لست وحدك. Don't believe in God. You're not alone. لكن اللي أثارت فضولي واللي أثارت غيرتي في لندن في البساط على في لندن على البساط مكتوب: على الأرجح الله غير موجود، فتوقف عن القلق واستمتع بحياتك. Probably there is no God. So stop worrying and start living. Enjoy your life. أنا مش عارف إذا هالرسالة اللي عم بيعطيها المجتمع العلماني اللي إحنا عايشين فيه إذا فهمتها صح. قولوا لي إذا أنا فهمتها صح. على الأرجح لا يوجد إله في حياتك. أنا بفسر الأشياء اللي عم بسمعها. على الأرجح لا يوجد إله، فحياتك على الأرجح ليس لها غرض ولا معنى من وجودك. أتيت من العدم وستذهب إلى العدم. وجودك على الأرض عرضي. على الأرجح لا يوجد إله، وأنت أتيت من العالم وحياتك إلى الفناء ستنتهي. على الأرجح لا إله، فلا غفران لخطاياك وحظا موفقا في معالجة مشاكلك. على الأرجح لا إله، وبالتالي لن ترى أحبائك في السماء. على الأرجح لا إله، إذن عش للاستمتاع وموت في اليأس والفناء. على الأرجح لا إله، إذن لا رجاء، لا حياة، لا نعمة، وبالتأكيد لا سماء. مش عارف مين فينا ممكن نعيش تحت هيك راية. مش عارف مين ممكن يتحمل الحياة ويروج لإلها تحت هيك مسميات، تحت هيك عناوين. إخوتي، إحنا منعيش في زمن صعب جدا، والصعوبة هاي مش جاي علي لحالي، جاي علينا كلنا. مرات كتير لأنه الصعوبة، لأنه أنا بكون متضايق ومخنوق وتعبان، مش عم بفكر إنه غيري كمان ماشي في نفس الظروف وتعبان ومخنوق، فما بتحمل كلمة من حدا، صح ولا لا؟ لما الإنسان بيكون تحت ضغط وستريس عالي، بصير يحوط حوالين حاله، ديفنس، بصير ديفنسيف، بصير بده يدافع عن حاله بأي طريقة، بصير بده أنا ونفسي والباقي يجعل أمرهم ل، فبطل أتحمل على الناس أي كلمة، وناسي إنه الناس اللي حوالي برضو خاصة في الكنيسة بيمروا في نفس الظروف أخوي، وبحسوا في نفس شعورك. الضغوطات والصعوبات ممكن تطلع أحسن ما فيك، وممكن تطلع أسوأ ما فيك. الضغوطات والصعوبات ممكن تطلع أحسن ما فيك، وممكن تطلع أسوأ ما فيك. بتطلع أسوأ ما فيك لما بتستسلم للحيرة والخوف والشعور بعدم الأمان والسلبية، ساعتها يخرج أسوأ ما فيك، لأنه هذا العمل مش محتاج تتعب له. الإنسان يميل إلى الراحة أكثر، ويميل إلى التراب، ويميل إلى السلبية. إنك تكون إيجابي ومثابر وبناء محتاج مثابرة، ما بيجي من العدم. اليوم العنوان نفس اللي ذكره قلت لكم في سلسلة، أنا طول السنة هاي كل ما بعوز رح أوعز عنها، والأخ نشط عم بيساعدني في الموضوع بيوعز عن هذا الموضوع. اليوم بدنا نجاوب برضو، نكمل على هذا السؤال، نجاوب كيف نعيش بثقة وثبات في عالم مليء بالاضطرابات؟ كيف نعيش كمسيحيين؟ هل ندخل تحت المطرقة والسندان؟ هل نأخذ مطرقة؟ هل نذهب مع المطرقة أو نتحيز إلى السندان؟ ولا ندخل ضحيتهم؟ ولا في شيء جديد ممكن أن نعيش فيه اليوم؟ أمين؟ الأشخاص الذين يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم لا يمتون بصلة إلى صفات الله
ويدمرون في هذا العالم، ويدمرون الإنسان، ويدمرون الاقتصاد، ويدمرون السياحة، ويدمرون شخصية الناس، ويدمرون الأطفال والعائلات والبلدان والعمران. هذا طرف، بينما الطرف العلماني ليس أفضل بصراحة. الطرف العلماني الذي ينكر وجود الله، اللي قرأت لكم اليوم، هذا هو هذه بيروجون لهذه الأفكار في العالم، الدول العلمانية الغربية. عم بقول لك بطريقة صريحة، بطريقة واضحة، بدنا نشوف رواد هدول الأشخاص شو عم بيقولوا. تعرفي مين رواد هاي في بداية القرن العشرين؟ لينين، ستالين، هتلر، ماوتسي تونغ. تعرفوا السفاح ماوتسي تونغ شو عمل؟ هدول الرواد الفكر إنه لا إله، النظرية العلمانية، الابتعاد عن كل ما هو إله. شو عملوا في العالم هدول؟ دمروه، ونتائجه عم نشوفها. العالم اليوم زي ما بنقرأ عن ستالين وهتلر وهدول الناس اللي دمروا العالم بعلمانيتهم، سنقرأ الأجيال الجاية ستقرأ عن تاريخ هذه الأيام كيف دمر المتدينون والعلمانيون هذا العالم في هذا الوقت. السؤال اللي بيطرح نفسنا، أي طرف أنا أقف معه؟ ماذا أفعل أنا في هذا الوقت؟ نحن كمجتمع مسيحي، كمجتمع مسيحي، نحن ندخل في بوتقة البنيان. نحن مجتمع يبني، نحن مجتمع لا يهدم، نحن مجتمع لا يأخذ أطراف ولا يتطرف، نحن مجتمع نبني، داخلين في بيزنس البنيان مع الله، بنيان ملكوت الله وبنيان هذا العالم الساقط. نلحق أقد ما نلحق فيه لنبني فيه ملكوت المسيح اللي هو فينا. عشان هيك اليوم وعظتي، الوعظة عنوانها كن بناء. كيف تعيش في عالم مليء بالاضطرابات؟ كيف تعيش بثبات وثقة في هيك عالم؟ كون بناء، اشتغل بنا. كيف نكون بناء؟ خلينا أقول لك شو أخبار كلامك اليوم. رح نرجع للمقطع هلأ اللي حكينا عنه عن بطرس، بس اليوم بدي أسألك سؤال، شو أخبار لسانك؟ شو أخبار كلماتك، تعليقاتك؟ لما تسمع خبر مش كويس شو بتعلق؟ كلامك هل هو بنعمة مملح، ولا كلام هدام سلبي يهد الناس؟ تعرفوا شو بقولنا الكتاب؟ بقولنا ليكن في كولوسي 4:6، بيقول ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا. أول شيء بنعمة، مش بنقمة، بنعمة مصلحا بملح، يعني كلام الخربان صلحه بملح، يعني ملحه، خلي له طعم حلو، خليه إيجابي، لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. فكر قبل ما تحكي، كلامك للبنيان مش للهدم. ممكن تهدم إنسان حياته كاملة بكلمة طايشة، ممكن تبنيها بكلمة بعقل من كلمة الله. بطرس اللي قرأنا عنه قبل شوي أكتر مثال على الحياة اللي ممكن إنها قايلة للسقوط والهدم. هذا الشخص وقف في يوم من الأيام الرب يسوع يقول له، بدي أتابع معي سلسلة الأحداث لتفهم إيه ليش قال له الرب يسوع تحبني 3 مرات. قعد يتابع الأحداث، إذا بتابع أحداث حياته، في آخر ليلة قضاها الرب معاهم على العشاء، في العشاء الأخير قال واحد منكم رح يسلمني وبعدين كلكم رح تتركوني وتهربوا في هداك اليوم. رح نط بطرس قال له يا رب أنت شكلك لسه ما بتعرفني، أنا ما بترك صاحب وراي، أذهب معك حتى للموت إن أنكرك الجميع، إن تركك الجميع أنا ما بتركك، أنا بروح معك للموت. فرح رد الرب عليه بصورة بسيطة وقال له، قال له يا بطرس قبل أن يصيح الديك هاي الليلة تنكرني 3 مرات، ولكن أنا صليت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت إيش؟ ثبت إخوتك، شددهم. كمان مرة عيد لكم الكلام عشان هذا مربوط جدا في المقطع رح نقرأه.
قبل أن يصيح الديك يا بطرس تنكرني ثلاث مرات، ولكني صليت، لا تخف لأني صليت من أجل أن لا يفنى إيمانك. وأنت متى رجعت، هو عارف أنه رح يرجع، متى رجعت فثبت إخوتك، شددهم عضدهم. بعد ما قام الرب يسوع من الموت، أول ما ظهر لمريم شو قالها بعد ما خلص؟ قال لها لا تلمسيني، بس قولي لإخوتي أن يسبقون، قولي لإخوتي ولبطرس أن يسبقوني للجليل. تذكر بطرس. وبعدين لما ظهر للتلاميذ كلياتهم قعد قال له تعال يا بطرس، إجا الوقت. بطرس في هاي المرحلة كان في قمة الهدم، كان الشيطان بقول له الشيطان طلبكم لكي يغرب لكم، كان الشيطان كان كاد أن ينال منه. شاف سيده، شاف ربه، شاف اللي تعلقت في نفسه، شاف اللي كان مستعد يقدم حياته عنه، شاف المعلم اللي ترك كل إشي من أجله يعذب ويهان ويعدم بأبشع صورة كان يعدم فيها المجرمون، أبشع المجرمين، في ذلك اليوم معلقا على الصليب حتى مات، ورآه في القبر وهم يدفنوه ويحنطوه، يضعون الحنوط. مش بس هيك، شارك في تسليمه، شارك في تسليمه بأنه هرب. هذا واحد رغم أنه قطع دان ملخس لكن هرب. ومش بس هيك، أنكروا أمام ناس مش ممكن يأثروا عليه، أنكروا ثلاث مرات وكأنه سمر سيده بإيده مع الرومان، ورجع بكى بكاء مرا. كان في حالة devastated، محطم، مهدوم. كيف بنى الرب يسوع؟ بدي اياك تنتبه لعدد 18. شو قال له؟ قال له يا بطرس اجتك فرصة انك تعترف فيي اول مرة وانكرتني، صح؟ ثلاث مرات. بس اجا قال له هون كلام رائع جدا في عدد 18، بيقول له الحق الحق، اسمعوني شو قصد الكلام، هذا الكلام بناه مش هدمه، اسمعوني شو بيقول له. الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يدك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. متذكرين قال هذا مشيرا إلى أي ميتة كان مزمع أن يمجد الله بها. كي عم بيقول له رح يجي يوم يا بطرس، بس بدي أشجعك، بعد عمر طويل لما تشيخ يا بطرس رح تجي لك كمان فرصة إنك تنكرني، لكن هالمرة رح تخف زي الأسد أمام روما وإمبراطوريتها وإمبراطورها، ولن تنكرني، وستقدم حياتك من أجل شهادتك لإسمي. ما تخاف، أنت لسه ما خلصت فيك شغل، أنا بدي أشجعك. والمعروف عن بطرس في التقليد إنه صلب معكوس، لأنه قال ما بستحق أصلب زي سيدي، عكسوا له الصليب، صلبوه وراسه تحت. بنا بعدين بعد ما قال له هيك شو قال له؟ اتبعني، تعال كمل مشوارك، كمل مشوارك. نفس الكلام اللي قلت لك اياه على السفينة يا بطرس اول ما ناديتك، اتبعني اجعلك صياد الناس، اتبعني وكمل مشوارك، لانك سوف تعوض نكرانك بشجاعة، وستقف امام الجميع، وستظهر اسمي وحقي في الامم، وسوف تموت من اجل شهادتك، وانت اسد شجاع، صخرة، بطرس زي ما سميتك. أمين؟ الآن السؤال إلنا اليوم، إحنا واقفين قدام طرفين عنا قرار ناخده في أي، ماذا نفعل اليوم؟ في يوم من الأيام نحميا كان عم بيبني السور، عم بيبني السور، أورشليم سورها محروق، سورها مهدوم، وأبوابها مهدمة، والهيكل مهدوم، وكل الدنيا كلها هدم بهدم بهدم بهدم. فراح وجمع الشعب وبدوا يبنوا من جديد. إجاهم ثلاث أشخاص سلبيين، احذر من هدول الأشخاص: سنبلط الحروني، جشم العربي، وطوبيا العموني. سنبلط الحروني، جشم العربي، طوبيا، سبحان العربي، العرب في كل ما، جشم العربي وطوبيا العموني. إجوا كسروا مقاديفهم،
مسخروا عليهم، حاولوا يحبطوهم، خوفوهم بالإرهاب، بكل إشي حاولوا يهدوهم ويوقفوهم عن بناء السور. رد البطل نحمي عليهم والشعب وقال هالكلمات هاي، بيقول قال إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم. احنا شغالين في بزنس البناء مش شغالين في بزنس الهدم، نحن نبني مع الله، عاملون مع الله لكي نبني لا لكي نهدم. دير بالك على أفعالك، دير بالك على كلامك، دير بالك على مواقفك القلبية، دير بالك أنت شو عم تعمل، دير بالك هل أنت تهدم أم تبني، دير بالك. طلع وراك وشوف، شوف اللي خلفت وراك هل هو بنا ولا هدم، دير بالك. عشان أختصر لكم الموضوع، أنا ما رح أخذ وقت كتير اليوم، عندي بس أربع مبادئ زي ما شفتوا على السلايد تطبيقية للبنيان، أربع مبادئ. طيب أنا بدي أبني، أنا هلأ اقتنعت أني أنا لازم أوقف، إذا كنت عم بعمل شيء غلط وعم بهدم بدي أبني، كيف أبني؟ شو الطريقة اللي أمشي فيها؟ كيف أبني؟ أربع مبادئ صغيرة بسيطة مع بعض. البنيان أول شيء لازم نعرفه عن البنيان، أن البنيان لا يتعلق بي بل بالآخرين. إخوتي الكتاب يوصينا أنه نبني أحدنا الآخر، اسمعوا هالآية ما أحلاها، الكتاب يوصينا أن نبني أحدنا الآخر. الآية اللي جاي هاي عم بتقول لنا عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. الكتاب المقدس هو كتاب النحن لا كتاب الأنا. مثلا كلمة قديس اجت مرة واحدة في العهد الجديد كلياتها، في كلمة كم مرة انقالت كلمة قديسين في كل العهد الجديد مليان، بس مرة واحدة اجت بالمفرد وانقالت على يوحنا المعمدان، لأنه هيرودس كان يخاف يوحنا المعمدان لأنه يعلم أنه رجل بار وقديس، هاي المرة الوحيدة. بس لما تكررت هاي الكلمة مرة تانية تكررت دائما في صيغة قديسين الجمع. الكتاب المقدس هو كتاب النحن وليس كتاب الأنا. عملية البناء لا تتعلق بي كشخص كفرد ولكن تتعلق بالآخرين، بنا كجماعة، أبني مع الجماعة، أبني في الجماعة وليس أبني نفسي. الكتاب المقدس بيعلمنا شغلة كتير مهمة أيضا، لازم نفكر بطريقة كيف نبني الناس. فكر بس بطريقة حساسة تجاه الآخرين، كون حساس تجاه مشاكل الناس. أنا عارف قلت لكم لما بتصير ضغوطات الواحد بيصير ديفنسيف، بده يفكر في نفسه بس، إني أنا تعبان وأنا لازم أهتم في حالي عاد خلص بكف، وببعد عن إني أفكر في الناس وأهتم في الناس. وهذا هاي خدع الشيطان بيخدعك إياها، نكون ديفنسيف، تحط على حواليك سور وتفصل نفسك عن الجماعة وتصير تشوف الأمور بطرق سودة، تلبس نظارتك السودة وتشوف كل الأمور بطرق سودة، وتبدأ تأشر أصابع اللوم للتانيين وانت مش عارف انهم هم بمروا بنفس ظروفك، حتى لو غلطوا مرات لأنهم تحت الضغط زيك بس ما قدروا يتحملوا، فبتصير عمليات الهدم تصير. كون حساس. في الكتاب المقدس حادثة بيتكلم عن أكل اللحم، أكل اللحم المذبوح للأوثان، قال لهم يا جماعة يا حبايبي الله يخليكم، يا أهل كورنثوس الله يسعدكم، أنتوا كنيسة كبيرة وكنيسة مليانة مواهب، افهموا اللي بقولكم إياه، لا تكونوا أطفال. إذا كان اللحم بيعثر أخوي ما بدي أكله. كانوا الناس اللي عندهم ضمير ضعيف كانوا يذبحوا اللحم للأوثان، ففي ناس ضميرها ضعيف بتقول لك هذا مذبوح للأوثان كيف أكله. قال لهم هذا اللحم اللي ذبحت للأوثان هي لحمة عادية، كله كل ما يوجد في الملحمة، ولكن في ناس ضميرهم ضعيف مش قادرين يأكلوا هذا اللحم، وإذا شافوك بتأكل هذا اللحمة ممكن ضميرهم يخطئوا في ضميرهم. قال لهم يعني خلينا نحل الموضوع، إذا اللحمة هاي اللي بدي أكلها بدها تعثر أخوي أنا ما بدي أكله. راح بعدين قايلهم هذا المبدأ، طلعوا اسمعوا غرض هذا المبدأ، الغرض من المبدأ، راح قايلهم هذا المبدأ، قال لهم يا جماعة كل الأشياء تحلي لكن ليس كل الأشياء توافق إيش؟ مركزي في المسيح، ابن المسيح، توافق الدعوة اللي دعيت فيها كقديس، لكن كل شيء بحلي، عندي حرية في المسيح، بس مش كل شيء بوافق مجتمعي وبوافق خدمتي وبوافق مركزي في المسيح. بعدين قال لهم كل الأشياء تحلي ولكن ليس كل الأشياء إيش؟ تبني مين؟
لأنه بيكمل بيقول لا يطلب أحد ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو. أنت مسؤول عن بناء أخوك. الغلطة اللي وقع فيها قايين لا تغلط فيها. أحارس أنا لأخي؟ أنت حارس لأخوك. أنت مسؤول عن بناء أخوك، أنت مسؤول عن بناء أختك، إحنا مسؤولين عن بناء بعضنا البعض. هذه وصية، ابنوا بعضكم البعض. كون بناء مش هدام. معظم الأشخاص، اسمحوا لي أطلع من هاي النقطة بفكرة، معظم الأشخاص اللي بيتركوا، معظم مش كل الأشخاص اللي بيتركوا كنايس وبروحوا على كنايس تانية، لها السؤال هذا، بقول لك هذه الكنيسة لا تلبي احتياجاتي، هاي الكنيسة شو متلبيش احتياجاتي. اللي بدي أسألك إياه سؤال، هل أنت كمسيحي موجود لتلبية احتياجاتك؟ إذا أنت بتفكر هيك، أنت you missed the whole point of Christianity. أنت مش موجود كمسيحي عشان تلبى احتياجاتك. أنت اسمك مسيحي لتكون زي المسيح. شو عمل المسيح؟ جاء لا يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم. إبليس لم يفعل هذا. الإله العظيم الذي أخذ جسد وصار مثلنا لم يفعل شيئا واحدا على الأرض من أجل نفسه، فعل الكل من أجل الجميع، فعل كل ما فعله من أجلنا ومن أجل كل من هم حواليه. كان الغني وافتقر من أجل غنانا نحن. حتى سي إس لويس عبر عن هذا الموضوع بطريقة عجيبة جدا، قال ابن الله صار ابن الإنسان ليجعل من ابن الإنسان ابنا لله. كل ما فعله المسيح هو من أجل أجلنا، وبدأ مع التلاميذ. هيك عشان هيك أنت مسيح، عشان تكون زي المسيح، مش تأخذ احتياجاتك. لازم تتحرك بين الناس، تجول تصنع خير على قد ما بتقدر. المسيح كان متناسيا فقره في الجسد وذهب ليغني الكثيرين. نعيش من أجل هذه الرسالة يا أخوتي. عشان ما أطول عليكم، البنيان لا يتعلق به، البنيان يتعلق بالآخرين. المبدأ الثاني، البنيان لا يتعلق بما تعلنه أنت، بل بما تسعى وراءه. شو قصدي أقول بهالفكرة؟ مش محتاج تفكر كتير ولا جهد كبير حتى تهدم. أنا شفت مرة كيف بنزلوا عمارة، واحدة من الأساليب، في قل كبيرة هيك، كبيرة كتير كتير، معلقة بكرين عالي، بيعملوها سوينجينج بطريقة معينة بقياسات معينة هندسية، وبروحوا ضربينها في العمارة، فشو بتصير العمارة؟ بتوقع. بس قديش قعدوا يبنوا في العمارة؟ قديش قعدوا يبنوا في العمارة؟ البناء يتطلب سعي، البناء يتطلب مثابرة، البناء يتطلب تفكير، البناء يتطلب تضحية. البناء لا يأتي تلقائيا، ولكن الهدم من غير ما تفكر ممكن إنك إيش؟ تهدم بكلمة واحدة. كن بناء ثابر. شوف شو بقول الكتاب، آية كتير حلوة، بقولهم فلنعكف إذن في روميا على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. تعرف كلمة فلنعكف شو يعني بالإنجليزي؟ pursue. شو يعني pursue؟ يعني إيش؟ ثابر، اسعى، ثابر، ثابر. في تعب، في جهاد، في مثابرة، في consistency. بس الهدم مش محتاج كلمة طيش بتوقع الدنيا كلها. فعل أهوج من غير تفكير ممكن يهد سنين أشخاص بنوه. كن بناء. السؤال، أي دور تلعب اليوم في ملكوت الله؟ اسأل نفسك هذا السؤال. أنا سألت حالي اليوم الصبح وأنا عم بفكر في هذا السؤال، أي دور ألعب أنا في ملكوت الله؟ أي دور ألعب الآن present time في كنيسة الله؟ هل أبني أم أهدم؟ إذا ما بتبني أنت غير تلقائيا شو عم تعمل؟ أنت عم تهدم. هل أنا أبني أم أهدم؟ إذا المبدأ الأول،
البناء لا يتعلق بي بل يتعلق في مين؟ بالآخرين. مبدأ الثاني، البنيان لا يتعلق بما تعلنه تتفوه به وتقوله، ولكنه بما تسعى وراءه. ثلاث، البنيان لا يتعلق بحكمتك ورأيك الشخصي بل بكلمة الله. بكلمة الله. إخوتي، ما عندي أفضل من هالوصف اللي قالها بولس الرسول اللي أقولكم إياها. طلع شو بقول عن كلمة الله بولس الرسول في سفر الأعمال، عم بيقولهم: والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمتي ولكلمة نعمتها القادرة أن إيش؟ تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع القديسين. اللي بيبنيك كلمة الله. الرب يسوع لما كان في البرية، عرفتوا كيف قام ووقف؟ مكتوب. الشعب القديم لما كان ماشي في البرية وقرب يدخل أرض الموعد، الرب قال له، قال لموسى: خليني أعطيك مصدر القوة اللي تستمروا فيه، أعد عليهم الشريعة. وعشان هيك كتب سفر التثنية. تثنية يعني إعادة الشريعة. مصدر قوتك هو الله، كلمته، مش حكمتك الشخصية، مش رأيك الشخصي، مش استحسانك، مش your preference. اعتمد على كلمته. كنا بنحكي في أخشادي، كان بيقودنا في درس الكتاب، وعم يتكلم عن الطاعة، الطاعة غير المخلصة والطاعة المخلصة. في فرق، في طاعة غير مخلصة، في طاعة جزئية. وتكلم الأخشادي عن إنه مرات الطاعة هي مرات إنك تفعل أمر حقيقي، حق صحيح، أنت بتعرف إنه صح بالرغم من مشاعرك اللي بتقول لك لا، انك تعمل الحق، تعمل الكتاب، مش حكمتك واستحسانك وشو شاعر وشو حاسس الاحسن. اعتمد على كلمة الله. خليك زي الرب يسوع، تساعدنا ان نكون بنائين. كلمة الله هي الانستركشنز، هي الكتالوج تاعنا لنعرف نبني في ملكوت الله. امين. اخر شيء، انا ما راح اطول اليوم، اخر شيء، البنيان لا يتعلق بكم المعلومات التي تعرفها ولكن بكم تهتم. مش مهم قديش حافظ وعارف الكتاب المقدس ودارسه، مش مهم إذا بتوعظ ولا ما بتوعظ، المهم بتهتم في الناس. لما إجا الرب يسوع قال لبولس الكلمات، قال له بطرس بتحبني؟ ليش قال له ثلاث مرات؟ تعرف أول مرة شو معناها؟ أنا اختصرت هذه الجزئية بس حاب أحكي لك إياها عشان تفهم ليش قال له ثلاث مرات. أول مرة قال له، بالإنجليزي موجودة وباليوناني مضبوطة: أطعم حملاني الصغار. حملان الصغار، لما قال له أتحبني؟ ارعى إيش؟ ارعى غنمي. أطعم حملاني اللي نفوسهم ضعيفة، اللي شايفين حالهم إقلال، اللي مؤمنين جداد وبدهم حدا يبنيهم، ابني لي إياهم. تحبني؟ طعميهم، مش تجوعهم، ابنيهم مش تهدمهم. المرة الثانية قال له أتحبني، كان بيقول له ارعى الخراف، ارعى خرافي، قودهم، ورجيهم وين يروحوا وين يجوا، ساعدهم، دلهم، ارشدهم، ما تهدهم، ما تفشلهم، شجعهم. المرة الثالثة قال له أطعم الخراف، أطعم خرافي، وبعدين قال له تبعني. إخوتي، الرب يسوع كان عم بيقول لبطرس، بيقول له يا بطرس إنك تحبني، ما في مقياس، ما في ثرمومتر، ما في مقياس أقدر أقيس بتحبني قديش ولا لا إلا هالطريقة. تحبني، ابنيهم، ارفعهم، شددهم، طعميهم، خليهم يحسوا. بقول حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم، لا ينظر كل واحد إلى ما لنفسه بل للآخرين أيضا. بتحبه مش قديش بتعرف معلومات، قديش بتهتم.
من وين جبت هالكلام؟ كورنثوس الأولى بيقولنا العلم ينفخ، بس شو اللي بيبني؟ المحبة تبني. If you care هون أنت بتبني، مش إذا بتعرف. رب يسوع قال لهم إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه، إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. قال لهم الأصغر في ملكوت السماوات اللي بيعمل، اللي بيعرف لكن ما بيعمل، والأعظم اللي بيعمل على قد ما بيعرف. اخوتي، هل عمرك اختبرت في يوم من الأيام أنك تكون قاعد، اسمعوني يا رجال، بليز يا أخوتي، أخوتي الرجال الموجودين هون، هل الستات مرات بيكونوا محتاجين لحد يسمعهم، مش محتاجين نصايحك؟ أنا بغلط هالغلطة مع مرتي كثير. عمرك في حياتك كنت قاعد محتاج حدا يتعاطف معك، بس يشعر فيك ويحس فيك، وبتلاقي الشخص اللي قاعد معه طلع لك سيدي أبو العريف، بس إنه بده يعطيك لستة ويقول لك اعمل وما تعمل ويعطيك نصايح يا حبيبي اسمعني، تعاطف معي، بدي واحد يسمعني بس وطبطب علي، to empathize، يتعاطف معي. تعرفوا احنا رجال هاي غلطتنا مع ستات، مرات الست تشكي لك مش عشان بدها حل، مش عشان بدها حل. انا بقول لك بوقع معاك مرات، ومرات في اخر لحظه بلحق حالي، ومرات ما بلحقش حالي بنسى. انتبهوا، قدروا هالجوهره اللي بين ايديك، اسمعي لها، اسمعي لها، خليها تقول اللي بدها تقوله، ما بدها منك غير تحضنها، طبطب على كتفها، تقولها it's gonna be okay, don't worry I'm here. بدهاش الفهرس اللي عندك، بدهاش الانسايكلوبيديا اللي بتتمتع فيها من الحلول، بدها بس انك تسمع لها، تسمع لها. اخوتي هيك كمان نعامل بعض، مرات كتير بدنا نسمع لبعض، بس نسمع، ما تعطيني حل، اسمعني، اسمعني، اعطيني الحل تاني يوم بس اسمعني. ولما تعطيني الحل ما تعطيني اياه من حكمتك وخبرتك، اعطيني اياه من كلمة الله، أعطيني من اختبارك في كلمة الله. اسمحوا لي أحط آخر سلايد. بيقول الرب اليوم بيسألك وبيسألني، سألني الصبح، وأنا اليوم بوجه لك السؤال من الرب. الرب بيقول لك أتحبني أكثر من هؤلاء؟ كم واحد بيحب الرب يرفع إيده؟ إذا بتحب الرب ارفع إيدك. أتحبني أكثر من هؤلاء؟ شو بدك تجاوب؟ شو بدك جاوب لي يلا بصوت عالي، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ شو بتقول؟ نعم يا رب. الرب رح يرد عليك ويقول لك ارعى خرافي، ابنيهم. تعالوا نصلي. كن بناء. دكتور عصام تفضل. يا رب في هذا الصباح نحن ندرك هذا الشرف العظيم الذي أنت أعطيتنا إياه، نهتم بشعبك وبأولادك وبخرافك وأن نرعى غنمك أيها الرب، لأننا نحبك، ولأن محبتك أنت أيها الرب قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. ولكننا يا رب ندرك تماماً أن لا نقدر أن نفعل هذا العمل بدون نقاوة القلب وبدون قلوب يا رب تتربع على عرشها أنت دون سواك. طهر قلوبنا يا رب، حررنا من أي شيء يا رب في حياتنا زعج انزعاج لك أو شيء غير منسجم مع شخصك ومع روحك، وجعلنا أن نعيش لأنفسنا ونطلب ما هو لأنفسنا وليس لشخصك ولملكوتك. يا رب املأنا من روحك من جديد، علمنا كيف نبني يا رب، لأنه كما سمعنا وكما أنت تقول يا رب من يبني بيتك أنت تبني بيته، ومن يهدم بيتك ينهدم بيته.
كمل معنا أيها الرب. بارك كل نفس حضرت في محضرك القدوس في هذا الصباح. حول أفكارنا وقلوبنا إلى السماويات حيث أنت جالس عن يمين الآب، واجعلنا أن نخرج من هذا المكان بفرح لا ينطق به ومجيد، لأننا اليوم قد سمعنا وقد رأينا الرب. باسمك أيها الرب يسوع نصلي لك كل المجد، آمين. نحب نقدم عطيه.